أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية. شمل القرار الجمهوري كلا من هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر.